عمل أمني مشترك بين استخبارات بابل واستخبارات العاصمة بغداد أدى إلى اعتقال 2 من المتهمين بتفجير سيطرة الآثار، حيث قام أحدهم بنقل الشاحنة المفخخة من الكيلو 160، وقام الآخر باستلامها في الخط السريع برفقة الانتحاري الذي فجرها في السيطرة، وكانت معهم سيارة أخرى للاستطلاع. أحدهم احترف بجلب السيارة من كيلو 160 إلى حد مرورا بالسيطرات كربلة، مرورا بالمسيب، خروجا بالسريع، وبعدها استلم المتهم الثاني ومعه الانتحاري. اعترفوا انهم على ولاية الجنوب قاطع البراء المفارز الخاصة. عمليات بابل اكدت للحرة الوصول الى المضافة التي قامت بتجنيد الانتحاري الذي قام بتفجير ملعب الحصوة، وانها اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المشتبه بهم، لكن دون الاسهاب في التفاصيل لسرية الموضوع. بناء على معلومات استخبارية حقيقة هذا اليوم تمكننا الوصول إلى المضافة اللي موجودة في منطقة حي الشهداء الحصوة، ولا زال التحقيق مستمر. لسيرة التحقيق لا نستطيع الإعلان عنها. المتهمون بتفجير سيطرة الآثار اعترفوا أمام وسائل الإعلام بانتمائهم إلى المفارز الخاصة في ولاية الجنوب قاطع البراء، وأنهم قاموا بنقل الانتحار إلى مكان التفجير، وأنهم أعلنوا البيعة لتنظيم داعش في علوة الرشيد ببغداد. كما سلم يا سيدي. أيوه الانتحار سيدي. وأنا والسيدي سلكت بالطريق ووصلته. وصلته سيدي للسيطرة من يوم ماكو شارع سيدي يصل من الحلة المحمودية يجي. أنا طلعت سيدي على الحلة. بايعت لحسين سيدي. حسين يرغبونه أبو علي. ابن العلوة سيدي.